اليوم كان رد يعني التعقيب ديال الدفاع على ما رجى في مرافعه النيابه العامه، وكان كذلك الرد ديال السيد الوكيل العام. ما جاء من جديد اليوم هو ان الدفاع كان له موقف يؤكد عليه ان العناصر التكوينيه لجريمه جفاف بشر لا وجود لها في هذه القضيه، لا وجود لاي مشتكي ولا وجود لاي ضحيه. فالدفاع يعني بين بالملموس انطلاقا من المحاضر بان حتى الاشخاص الذين استمعت لهم الضابطه القضائيه في هذه القضيه اتوا بناء على يعني استدعاء من الضابطه القضائيه ولم ياتوا بناء على شكايه تقدموا بها. كذلك في ختام يعني افادتهم في المحاضر واستنطاقهم في تلك المحاضر من البحث معهم اكدوا بانهم ليسوا يعني مجرد معلومات ولم يتقدموا باي شكايه او يصروا على متابعه اي شخص في هذه المجال. ما يثلج الصدر هو الان موقف النيابه العامه التي قالها بالعظم، قال لو انني كنت اعلم مسبقا ان هذه المحاكمه ستكون على هذا الطراز لا التمست من المسؤولين ان نقوم بتسجيلها لتكون مرجعا في العمل القضائي للمحامي المتمرن الوافد الجديد، وكذلك للقضاة الملحقين القضائيين ليستفيدوا من يعني التعاون بين المحكمة وبين النيابة العامة وبين الدفاع في الوصول إلى الحقيقة وفي صناعة القرار القضائي، لأن القرار القضائي هو صنيعة ديال العمل والجد. كذلك أكد السيد الوكيل العام على أنه شكر الدفاع كلهم وأثنى عليهم الثناء له. هذه المتغيرات وهذا المنحى الجديد الذي عرفته هذه القضية الآن خصوصا في آخرها هو ربما ما جعل المحكمة تتريث في عدم الاستماع كلمة الأخيرة اليوم، بل أجلتها إلى أسبوع آخر. أقول جازما وليس فقط أعتقد إنما جازما بأن لا وجود لجريمة تجارة البشر في هذه النزعة، لا وجود لجريمة تجارة البشر، وأنا أؤكد على هذا المعطى. لماذا؟ لأننا في بلدنا لا نرضى ان تكون مثل هذه الجرائم. المغاربه هم لا يتاجرون في بعضهم البعض، المغاربه يعني ناس يتعاونون يتالفون ولا وجود لجريمه تجاره البشر. الجميع له نفس التهم، اما المساهمه او المشاركه في تجاره البشر والنصب وغير ذلك من الجرائم، يعني الزياده في الاسعار الى غير ذلك، هي جمله من الجرائم، ولكن الاخطر جريمه هي تجاره البشر التي نتمنى انها تسير المحكمه وان تقول براءه للجميع من هذه التهم.